دايما عدو الخير عايز يقسم، يقسم البيت الواحد ويقسم الأسرة الواحدة ويقسم المجتمع الواحد ويقسم الكنيسة الواحدة ويقسم روح العمل، مجتمع العمل. وعايز، لأن عدو الخير لا يعيش أبدا في الوحدانية. عشان كده مثلا من الصفات الجميلة يقول لنا لو في اتنين زوج وزوجة واختلفوا، نقول لهم اوعوا تباتوا متخصمين، اوعوا تحطوا راسكم على المخدة وانتوا متخصمين، لانك لو عملتوا كده بتدوا فرصة لعدو الخير ان يدخل بينكم ويأتي الشيطان ويسكن في ذلك البيت. لازم نحافظ على الوحدانية. ازاي نحافظ على الوحدانية؟ زي ما قلت لك هذا الانقسام ممكن يجي لشخص يبقى منقسم على ذاته، ممكن يجي البيت، لأسرة، لمجتمع، لكنيسة. احذر. ولكن اعلم عندما يدخل الانقسام يبقى روح الشر دخلت في المكان. اعرف على طول بيت بينقسم يبقى روح الشر دخلت فيه على طول. مجتمع، كنيسة، كيف ما يكون. السؤال بقى المهم دلوقتي هو ازاي الواحد فينا يعيش هذه الوحدانية؟ نعمل ايه؟ انا قريت وياكم الجزء بتاع رسالة يعقوب اللي بيتكلم عن الحكمة. لا سبيل للوحدانية والحياة الواحدة إلا من خلال الحكمة. عشان كده لو جيت تسألني سؤال تقول لي إيه أكتر حاجة ناقصة من الناس النهاردة؟ أكتر حاجة أقول لك الحكمة. ناس كتيرة غايبة عنهم الحكمة في تصرفه، في كلامه، في طريقته، في أسلوبه. مفيش الحكمة. وكعلاج سريع عايز أقوله لك، من فضلك اقرأ سفر الأمثال كتير. سفر الأمثال اللي كتبه سليمان الحكيم بنسميه سفر حكمة. واقرأ السفر ده. ومن التدريب الجميلة وقلتها لكم مرة قبل كده انك هو 31 إصحاح اقرأ بحسب تاريخ اليوم. يعني النهاردة 19 جولاي يوليو، اقرأ إصحاح 19. بكرة وعليك خير اقرأ إصحاح 20. افرض النهاردة اتشغلت وما قدرتش تقرأ، خلاص ولما يخلص الشهر ابتدي السفر من الأول.